الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، متواصلين في انطلاقات هذا اليوم وصباح هذا اليوم، أول أيام الكبار، نفتتح أول أيام الكبار في هذا اليوم وفي هذا الصباح، ومسافة الطفح 6 كيلومترات، وجميع جوائز هذا المهرجان سيارات ثمينة وجوائز عينية قيمة رصدت للفائزين. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في هذا الشوط، العدد يتزايد، وهذا دليل على إقبال المشاركين وعلى نجاح هذا المهرجان، مهرجان سباق سمو أمير البلاد المفدى للهجن العربية الأصيلة. إذن جائزة عينية قيمة تنتظر الفائزة بهذا الشوط، وهي سيارة تويوتا كروزر بيك أب، هناك تنتظر للفائزين. المركز الأول ومقدمة الشوط لمحمد بن غانم بن حموده الظاهري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول هو اسمها شهرة أو لغانم بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الثاني التواصل والتقدم من سرابة لمحمد بن سهيل اليبهوني الظاهري. دور المركز الثالث اللي أشعار بن مايد، ومن خط النهاية المركز الثالث شعار محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز الرابع الله الناوية سالم ضعيف بن غدير الكتبي. المركز الخامس تصل وتتقدم جلمودة، تتخطف المراكز، تزاحم المشاركين، تتقدم الشعار أبناء المملكة العربية السعودية محمد بن حمد بن سليمان بن جبرين. وأشوف نعود إلى المعركة الطاحنة، الكيلو و200 متر الأخيرة والمنافسة المثيرة ما بين مزون أمطريني يا مزون، أمطري يا مزون، أمطري عزبة مضمر القرن بهذا اليوم بهذا التقدم الممتاز. ولكن شهرة وشعار الظاهري، شعار غانم بن علي بن حمودة الظاهري، يصلون أبناء مرغم على المركز الثالث وأبنائه الخطيرين، وأيضا وصول من سرابة لأحمد بن شيبة بن صالح المزروعي. المركز الخامس لسليمان بن حمد بن جبريل، يا سلام الشوط وين؟ محمد بن حمد بن سليمان بن جبريل شعار على المركز الخامس، وهناك أعداد يختلط الحابل بالنابل على صعيد المراكز، ولكن الكيلو متر الأخير بل 700 متر الأخيرة مزون اللحظات الأخيرة، وأبناء مرقم قادمين، أبناء مرقم يتحركون، وأيضا هناك التحرك، يا سلام سرابة تخطف مقدمة الشوط، تخطف الصدارة، تخطف الأضواء، تخطف المركز الأول. أحمد بن شيبة بن صالح المزروعي والعصا قوس، يا سلام سرابة والخطورة على سرابة من الناوية سرابة، وأيضا وصول من وصايب صالح بن خادم صالح المزروعي، وأيضا شعار بن منانة قادم، ولكن سرابة، يا سلام أحمد بن شيبة بن صالح المزروعي يخطف بناموس الشوط، يذهب بناموس الشوط، السيارة مع المزروعي مع سرابة بنت سراب بنت الشيبة اللي ما خلى خط ولا خلى سيارة ولا طيارة لخلتها بنت ولا ولد سراب. العين سلام للعين دار الزين، لحظات الوصول والسيارة الثانية في رصيدها في هذا المهرجان، تضيف السيارة الثانية في مسيرتها من خلال اكتزاع السيارة في هذا اليوم. المركز الثاني الناوية لسالم بضعيف بن غدي الكتبي. المركز الثالث الدرعية لمحمد بن سعيد بن منانه. المركز الرابع سرابة لمحمد بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز الخامس كان الوصول من جلمودة. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء جلمودة لمحمد بن حمد بن سليمان بن جبريل. التوقيت الزمني 9:15:74. تهانينا لأحمد بن شيبة بن صالح المزروعي. المركز الثاني اللي ما قصرت الناوية، التوقيت 9:16:82. تهانينا والناموس لسالم بضعيف بن غدي الكتبي. المركز الثالث 9:18:48 تهانينا لمالك الدرعية
محمد بن سعيد بن منانة الاكتبي. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الاعزاء، الشوط القادم هو شوط الختام.